تشاهدون اليوم بالتفصيل. قلت لها هي هذا الدفتر لك هدية، صارت البيعة أو ما صارت وراح يجيكم فوق؟ قال لا، جابوا لي العقد كاتبي بمبلغ 70 دفتر. قالوا لي لا احنا تجيب لنا 70. قلت لهم الله كريم، طببوني للبيت وشوفوني اياه، بيت فارغ متروك بحتى أثاثه كلش قديم. قال لي دير بالك ترى ناويين يقتلوك بالطريق. اجف اخوي اثناء ما يريد يسوي له، يقوم له بالضيافه ويريد يسوي له شاي، نفذ على اخوي. عنده 3 بنات وعنده 2 ولاد، منو راح يعيشهم دوله؟ شنو ذنبهم دوله يتموا؟ هاي جهاله ظلت يتامى، هاي جهاله ظلت يتامى، وين وجهها؟ بالفعل بدأ البرنامج وبدأ وياه البث المباشر على الفيسبوك لصفحة قناة يو تي في، وبإمكانكم من الآن المشاركة عبر التعليقات على القضايا اللي راح نعرضها تباعا. الإنسان دائما يحلم يكون عنده بيت. حضرتك تعرضت لعملية نصب واحتيال بمبلغ 600,000 دولار. نعم، احكي لي تفاصيل القضية. شلون؟ احنا ردنا نبيع بيتنا القديم، بيتنا بالداوودي القديم، مكان زين، ونشتري بيت شوية بمنطقة أدنى، بس الواجهة أعرض حتى أنطي حصة أخواتي، لأنه خطية كلش متعذبات وبحياتهم. اللي صار بعنا البيت، عندي صديقي محامي قال لي لقيت لك بيت وأهله مهاجرين وسعره بسعر السوق، بس واجهته عريضة مثل ما أنت ردت ومكان مناسب. قلت له شوف لي هالبيت. والله راح هو شاف جماعة قالوا له هذا البيت مال فلانة، واحد اللي هو صديقة اللي قام بدور الدلال واللي هو يدير عملية البيع والشراء. اجى قال لي البيت ايه صحيح مالتهم، وجاب لي سندات، وهاي السندات قديمة كلش، وسند منهن جديد وسند منهن 2019. قال لي روح اتأكد منهن بالطابو. فطبيت لدائرة الطابو، قدمت الأوراق لأحد الموظفين، لقيت المدير قاعد وصفه يبعد عنه متر واحد رجل واقف. هذا الرجل أنا جيت عليه هو رأسا، أول ما طبيت استقبلني قال لي تفضل أخويا. قلت له والله عندي هذا السند، أرد أسأل على صاحبة البيت صحيح لو لا. قال لي انطيني مجال. دخل قدام عيني الغرفة الأضابير اللي ممنوع يطبها أحد غير موظفي الأضابير حصرا. دخل الغرفة الأضابير ورا 10 دقائق طلع عن إذا باوع عليه بالباب واقف. قال لي إيه السند صحيح ومضبوط باسم هاي المرأة، وتقدر تشتري للبيت، بس لازم تفك الحجز عليه، لأنه تدري أنت اللي هم من 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 أزلام النظام السابق، وذولا بعضهم محجوز على أموالهم، بس هسه سمحوا لهم أن يبيعون بقرار من رئاسة الوزراء. فيما بعد اتصل بي أخوها الليلة قال لي العقار عقارنا، وأختي مصابة بمرض السرطان، ونتيجة إحنا وهي ما عندها بيت، واستعطفني كلش كلش ثار عاطفتي، لأنه قال لي أختي مريضة ودت تموت وبيها سرطان وما عندها بيت. رحت سألت عليه البيت سعره، قالوا لي الدلالين من 11 إلى 13 ورقة. فخابرتهم قلت لهم أنا أخذ البيت منكم ب 12 ورقة، لا 11 ولا 13. حضرتك المتر طبعا. المتر نعم. اتفقنا على السعر وحسب الأصول، وديت لهم أول دفتر. قالوا لي ترى هذا الدفتر ما يرجع، لأنه نحن نزل أختنا على أساس أختها بيها سرطان وحسوي بيها عملية. فقلت لها هي هذا الدفتر لك هدية، صارت البيعة أو ما صارت وراح يجيكم فوق قال لا إذا احتاجيته. بالمناسبة هي من دا أحكي وياها قلت لها أنا أول قبل ما أبدي أريد تفتح لي ويا أختك صورة وصوت واتساب، وأكون موجودين شهود على هالموضوع. طببوني للبيت وشوفوني إياه، بيت فارغ متروك بحتى أثاثه كلش قديم، مبين متروك. فيما بعد تبين أنه البيت ما له أي أثر. من اشتكيت آني ورا ما سووا لي وكالة، رحت الكاتب العدل دزوا أطلب سند على ضوء الوكالة اللي عندي، دزوا صحة الصدور، أجت صحة الصدور بالوكالة، جابوا لي قدام عيني، نزلوا من الغرفة جابوا لي سند، شلت انطيتهم مبلغ 10 دفاتر أخرى، صار المبلغ الكلي اللي عندهم 20 دفتر. جابوا لي العقد كاتبي بمبلغ 70 دفتر. قالوا لي لا احنا تجيب لنا 70. قلت لهم الله كريم، جابوا لي العقد مكتوب ب70 دفتر، جابوا لي عقدين، نسخة عندهم نسخة عندي، على أساس أنه هي ليلى باصمة بي وموقع بي وبي كل بنود الاتفاق. من جيت آني وقعت أكو فقرتين كانت ما مكتوبات، كاتبين أنه إحنا
نخلي مسؤوليتنا عشائريا وقانونيا من هذا الاتفاق. أنا بالنسبة لي ما متعجب من الموضوع، لأن هم جابوا لي هويات مزورة، جناسي مزورة، صح الصدور مزورة، الوكالة مزورة، السندات مزورة قديما وحديثا، عقار ما عايد إلها لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى بالفايلات القديمة موجود إلها أثر. خابرت المحامي، قلت له المحامي العقار ما لهم مزور أخي، أنا مسلم 600,000. خابرهم المحامي، هددوه، قالوا له اسحب نفسك. اللي هدده مصطفى سعد فاضل، قال له إذا ما تسحب نفسك ترى تشوف أشياء أنت ما شايفها بحياتك. القضية أنا من عرضتها على القضاء، تزوير بأوراق رسمية، تزوير جناسي، تزوير شهادات جناسي، تزوير وكالة، تزوير صح الصدور، يعني القضية كلها من الألف إلى الياء تزوير. شلون ونصب، بالإضافة للنصب والاحتيال، شلون تحولت القضية إلى نصب واحتيال فقط؟ خابرني أحد الأشخاص، والله يشهد ما أعرفه، بس قال لي أستاذ أحمد أنا أعرفك شخصيا، أنت كلش خوش إنسان، لأن أنا اشتغلت وياك. قال لي دير بالك ترى ناويين يقتلوك بالطريق، منطقة سمالياها ما بين سامرة بين مكيشيفة حسب ما ذكر لي. قال لي فأنت راح تراجع هسه بالقضية، أول ما دزوا أوراق القاءات القبض على ليلى وعلى فراس التكريت، خابرني قال لي ترى دير بالك ناويين يقتلوك بالطريق. فهل يرضي ضمير الشعب العراقي هذا الموضوع؟ أنه عائلة لمدة 50 سنة تتعب لما تبني بيت وتبنيه بالحلال وبالعذاب، يجي شخص مباشرة ينصب عليه ويأخذ حلالهم ويبوقهم وينهبهم ويديحهم بالشوارع، والأم تموت والله يحييها، والعائلة تتشرد وتخسر كل ما تعبها لمدة 50 عام، ويجي القضاء العراقي بكل بساطة يطلع ورا سنة. قانون من هذا؟ يرضي من هذا العمل؟ بعض القضاة يقولوا لي ها لأن القضاء يتعاطف ويا المجرم. زين وضح، هي إذا أنت تتعاطف ويا المجرم أنت فتحت الباب إلهم. احنا دمرنا الفساد الإداري، أنا لو ما موظف بالطاب وأسأله فيما بعد تبين أن هم زارعي لي إياه. هذا البيت من يناب 50 سنة، قسما بذات الله لو تشوف أمي من إحنا كنا صغار، والله العظيم بيدها تصب البيت والإسمنت يأكل إيدها، وإحنا نشوفها تبكي ونبكي عليها ما نعرف شو نسوي. وأنا عندي على ثقة برب العالمين أنه الله يرجع لنا حقنا. وأكو مقولة سابقة يقول بيها لو أنصف الناس لارتاح القضاة، أنا هسه أقول لك لو أنصف القضاة لارتاح الناس. هذه المشكلة ممكن أي واحد يتعرض لها. وارد أسأل الناس اللي دي يشوفون الآن، هم أكو بيكم ناس تعرضوا لمثل هذا النصب والاحتيال، يعني بأفكار الشيطان بحيث ما قدر يعرف أنه كل الأوراق هي مزورة وحتى البيت نفسه هو مزور؟ حتى نعرف أكثر تفاصيل ويانا الآن مباشرة الأخوين، أولاً أحمد راح يكون ويانا من بغداد المتضرر اللي شفناه بالتقرير، وكذلك الأخ الثاني راح يكون ويانا محمد من النمسا عبر سكايب. مرحباً بكم. أبلش ويا أحمد. أحمد أريد أسألك، يعني بكل هذه الأجواء اللي تعرضتوا لها بالنصب والاحتيال، مو بسهولة واحد يخسر 600,000 دولار بلحظة. 600,000 دولار يعني ما اجتي بيوم وليلة عندكم. اريد اسألك، صديقك المحامي اللي وصلك الى البيت هو يعرف هذول الناس؟ لو ما يعرفهم لو شلون عرفك عليهم؟ الله يستعد، اني اللي اعتقده هو بالبداية كان ما يعرفهم، لكن فيما بعد تكون علاقات وياهم، واللي عرفته انه هو يعني مشترك اكثر من عملية ومعاهم فيما بعد، يعني من خلال العمل. وهو كان يعني الرجل يطمح أن يحسن حالته المادية، لأن هو يمكن عنده 9 بنات أو هيك شيء. زين، وهذا المحامي هو نفس اللي وكلته أحمد، هو نفس اللي وكلته فيما بعد بالمشاكل والقضايا، وغير محامي وكلته؟ لا اصلا الرجل ورا ما اني قلت له ترى العقار مزور وانكشفت القضيه وهو هددهم انه راح اخلي احمد يشتكي
ذبوا له قطعة آثار مزورة محاولين أن يطمسون الشهود ويطمسوني أني وياهم. حسب تفكيرهم هم يقول لك إحنا نخلص من صاحب القضية ونخلص من الشهود مالته، ويجونا بعد سنة أما فاقدين العقل. طيب بسبب أحمد أنت قلت جزئية، أحمد اسمح لي، أكو جزئية جدا مهمة تهم كل الناس اللي دا يشوفونا الآن. أنت قلت أنه دخلت لدائرة الطابو وكل هاي العملية المزورة أيضا ضمن مؤسسة حكومية تابعة للدولة اللي إحنا المفروض نثق بها وندخل يعني وعيننا مغمضة في أوراقنا في حياتنا في كل وثائقنا. تريد تقول أنه حتى بالطابو كان مسألة الفساد وصل لهناك، يعني الاتفاق صار مع موظفين بهذه الدائرة أيضا؟ أستاذ أنا عندي إثباتات، أكو موظفين سافروا لهم والتقوا بهم، موظفين من دائرة الطابو ومستعد أنطيهم الأسماء ويتأكدون إيش وقت سافروا سافروا لهم الذول الجماعة. هاي وحدة. الأمر الثاني، قبل ما أني تصير بي هاي الحالة طابو المنصور انسد بسبب أعمال التزوير وتقريبا أكثر من 30 عقار. المدير السابق اللي قبل هذا المدير ما أعرف إيش قد محكوميته وصلت بسبب التزويرات مال البيوت المتروكة مال الناس، وبالأخص المسيحيين وبالأخص اللي كانوا مهددين بالقتل أو بسبب الأعمال الطائفية وهجروا. فهم استغلوا هذا الموضوع. زين أنا أسأل الـ 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 القانون العراقي ما يقدر يخلي فد فقرة أنه الدور المحجوزة تعرض فد مكان معين بحيث اللي يريد يشوف عقار معين يروح يشوفه قبل ما يقدم على أي أمر ويشوف العقار مزور لو لا أو بيحجز أو بفد إشكال تفاديا لهذا الأمر؟ هل هذا الأمر صعب أو أخلي حاسبه بحيث الإنسان قبل ما يروح يجي يا بسلام عليكم هذا ممكن تتأكدوا لي من هذا العقار بحاسبه ويشوفوه يا ويطوا ورقة يقولوا لي يا أبا هذا العقار بيحجز به شيء، وإلا أنت ليش تخلي هذا الموضوع وتخليه تحصر بيهم هم غير أكو معناتها أكو أعمال ثانية تصير خلف الكواليس؟ نعم. خلينا ننتقل لأخوك يعني هذه نهاية فد خلينا ننتقل لمحمد اللي موجود الآن بالنمسا عبر سكايب. أخ محمد أنت شاركت بعملية شراء البيت مع أخوك أحمد ولا كنت بالنمسا؟ وشون شاركت؟ السلام عليكم وشكرا لقناة يو تي في وشكرا لمشاهديها الكرام. أنا ما قمت بعملية الشراء، أنا كنت خارج العراق، واللي قام بعملية الشراء هو أخي أحمد قام عملية الشراء. بس لازم تابعت يعني هو البيت يعني إلكم، أنت أكيد تابعت الموضوع وعرفت أكو أشياء تريد تقولها أنت أيضا وحتى لو موجود برا. أنا تابعت يعني من خلال التليفون وإلى آخره. ويعني أنا كنت بالبداية يعني نوعا ما متوجس، بس لأن هذا المحامي هو يعني معرفة لأخي، فما تخيلت أنه يقوم بخداع صديقة، يعني هو صديقة فما تخيلت أنه يوقع بهالورطة هاي. زين خلينا نرجع لأحمد. يعني قلت كان مزور أحمد من الألف إلى الياء، هاي عملية التزوير يعني الياء. ما كل شيء ثبت لك أنه في مزور ورقة، إذا كانت وكالة إذا كانت صحة صدور، يعني كلها مرت عليكم عبرت؟ أستاذ أبسط شيء، أول شيء جناسي، خلنا نبدي من البداية. الجناسي من أنت يطوق جنسية وتروح تطلب بها صحة الصدور ويطلع بها صحة الصدور، يعني ده تتخيل المستوى الواصلين بالتزوير، واصلين مرحلة أنه مزورين حتى رقم الفسفورة، رقم الهوية، المعلومات مسلسلي الكياها مضبوطة 100%. بعدين عرفت أنه أكو شخص ثاني ناصبين عليه بنفس الوقت اللي نصبوا بيه عليه بنفس البيت وبايعي له هذا البيت المزور طبعا، ماخذين من عنده عمارتين بسكاريا، وهذا الشخص موجود وحي يرزق. طيب وهسه حاليا ما اعتقد هو دا يتفاوض وياهم، لكن اظن المفاوضات غير مستمره. زين انت الوكاله المزوره. نعم احمد، يعني تم القاء الوكاله المزوره من تم القاء القبض عليهم؟ أيه. حبسوهم؟ لا صار يعني هسه حاليا اللي يعني اللي القي القبض عليه اخوها اللي تسوي اعمال التزوير
والثاني اللي كان بيناتهم يعني يودين الأوراق ويجيبنا الأوراق من تكريت أيضا ألقي القبض عليهم موجودين حاليا بتكريت. طيب أريد أسألك، أريد أسألك الآن فلوسك، فلوس والدتك، فلوس أختك، يعني اللي أنتم كلكم مشتركين بها، راحت منكم كلها 600,000 دولار راحت منكم. زين البيت أنتم شلون عايشين الآن؟ وين عايشين؟ والله يعني نشكر الله ونحمده، احنا يعني كنا اني من كنت من الناس اللي اسعى بالاحسان، واكيد هوايه ناس يعرفوني وشايفيني هسه ويعرفون اني ايش قد كنت اساعد الناس. فالحمد لله والشكر عندي خالتي عندها اللي عندها وعندها بيت وقعدتنا به. انتم الان يعني ايجار بسيط يعني مهجرين كانه ومسروقين؟ نعم حالي يعني أنا بس أسأل شيء واحد، هاي الأعمال أنتوا اللي تقومون بأعمال التزوير وأعمال النصب واللي يساعدوهم، زين أنت ما تفكر أنه أكو عوائل راح تنهدم حياتها؟ هذا ما حيفكر بأكيد، هذا ما حيفكر بأحمد، يعني إحنا نوجه نداءنا الآن للمسؤولين أكثر، اللي ينصب واللي حرامي هذا ما راح يفكر بي وبيك، لكن إحنا نجي على اللي هم يرعون الشعب، يعني اللي هم المفروضين مسؤولين على الشعب، يعني يوفروا لهم راحتهم، يوفروا لهم أمانهم. شخص بيت اشتراه وبلحظة يطلع هو ما عنده شيء، لا بيت ولا فلوس. فنوجه كلامنا للمسؤولين أولا. أستاذ المشكلة أكو، أني بالمناسبة أستاذ إذا تسمح لي، نعم، أني اللي متعجب من عنده موظفين كبار بالدولة هم مشتركين وياهم، وتعرضت لمحاولات ابتزاز ومحاولات قتل وتهديد إلى آخره. بس أنا أكو في الجزئية بسيطة أريد أسأل المشرع والقانون، أنت من قاعد تأخذ ضريبة من المواطن بالبيع والشراء، غير هي الضريبة أساس فلسفتها أنه أنت دا تأخذ هذا المبالغ حتى تحميه، وقانونيا أول شيء أنه تحمي هذا الإنسان قانونيا من دا تأخذ هاي الضريبة وتدفعها كرواتب وكمعاشات للموظفين. طيب غير معناتها انت خليني اسال محمد قبل ما يروح، غير معناتها خليني اسال محمد قبل ما يروح محمد، يعني باي دوله اللي صار عليكم ممكن يصير؟ انت الان بالنمسا، ممكن يصير بالنمسا ولا غير دوله بهاي الطريقه انه بيت يجي ويتزور ويصير بغير اسم ويبقون فلوس العالم؟ هم يصير بغير دول؟ لا مستحيل مستحيل. هنا عمليات النصب والاحتيال القانون صارم جدا جدا صارم تجاه أي شخص عايش بهذا البلد إذا أحد يحاول عمليات تزوير أو نصب أو احتيال، والقانون يعني يحقمه هذا الإنسان اللي يحاول أنه يمشي بهذا الطريق. تشوف الناس ماشية بالصحيح يقول لك أنا هذا البيت مالتي، بيتي هاي سيارتي، ما سمعنا في اليوم مشكلة إنه شخص باع ملك وطلع شخص مزور أو أوراقه مزورة. طيب. والعملية مال التسجيل والتأكد من عندها هي عملية سهلة جدا، يعني مو عملية طول فشي طويل، لا يعني رأسا تتأكد. طيب. أشكرك محمد، أنا أشكرك. خلي نكمل بس سؤالنا الأخير ويا أحمد. نعرف أنه والدتك الآن مريضة جدا بسبب اللي صار لكم من فاجعة بهذه الطريقة الآن، يعلم الله على اللي ده أقوله. ويمكن طيبتك الزايدة أيضا، أنا اللي فهمته من التقرير، يعني ما قدرت أخلي كل الكلام، أنه أنت استعطفت هاي المريضة وكذا، هاي الطيبة الزايدة خلت البعض تطمع بك. لكن الدقائق الأخيرة شو توجه كلمة اللي صار لكم من مشكلة كبيرة واجهتكم، لما توجه كلامك بسرعة لو سمحت. أنا أوجه نداء، وأوجه ندائي بصورة مباشرة من خلال قناتكم الكريمة إلى السيد أولا مقتدى الصدر، وإلى السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإلى السيد يعني شلون احنا نقول صاحب القلب الكبير فايق زيدان، وإلى السيد حاكم الزاملي، أن يساعدونه ويحاولون يلقون حلول لهاي المواضيع، وإلا هذا كأنما صار بالضبط سرطان واستشرب البلد وراح يسبب دمار عوائل كثيرة. ومن خلال قنواتكم الكريمة أحب أشكر السيد أولا
مناف الموسوي، العميد مناف الموسوي، والسيد علي كمال مدير جهاز الجريمة المنظمة، مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال على مواقفهم المشرفة، والرائد أحمد سعيد الأعرجي اللي نعم. عرضوا عليه مبالغ طائلة بس طيب. لمجرد أنه يغيرون الأقوال. والله العظيم أنا هذه من لسان هذا الرجل قال عرضوا عليه مبالغ مخيفة بس مجرد أسحب يعني أوراق وأخلي أوراق، لو كثروا النصابين مع العلم قال لي لا تحكي هذا والسيئين والمحتالين يبقى أكو ناس خيرين طيبين ممكن موجودين أكيد. طبعا أكيد. وأشكر بالأخص أشكر بالأخص الأستاذ عبد الرزاق الموزان اللي بالإشراف القضائي، وأشكر القاضي اللي محكمة تكريت اللي البارحة كانت المحاكمة، يعني حسيت أنه أكو نزاهة بالموضوع وعادت لي الأمل أنه إن شاء الله حقي ما يروح إن شاء الله يعني تعالى. وإن شاء الله وأنا على إن شاء الله حقنا يرجع لنا إن شاء الله، هو من خلال برنامجنا لأنه يعني حتبلغنا بأنه إن شاء الله رجعت الأمور إلى طبيعتها إن شاء الله. أنا أشكرك جدا إن شاء الله، شكرا جزيلا إن شاء أحمد الله. شكرا جزيلا. حتى نتابع الآن قضايا البرنامج ننتقل إلى قضية أخرى عن العسكري اللي عنده 5 أطفال وبلحظة انتهت حياته هو أثناء الواجب العسكري بعد ما كان خفر بأحد الأبراج العسكرية، تم قتله بسلاح زميله اللي كان وياه بالخفارة، لكن زميله طلع نازل ورايح للبيت فمنه اللي قتله داخل المعسكر. اللي عرفناه بعدين هو شخص ربما يكون من داخل المعسكر، بس شلون وصل وليش قتله؟ خلينا نتابع الآن التقرير بالتفصيل. قل أنا طالب طبعا الكاظم يعني دي عدم عدمة مثل ما عدم أبوي تشي حياتي سولف أنا أخو الشهيد المغدور محمد علي حميد جلعوط المنتسب إلى مغاوير عمليات بغداد فوج الثالث، كان لازم واجب الواجب على أبراج برج يعني أحد الأبراج اللي هي من ضمن الوحدة مالته، جاء خابره واحد من أحد المنتسبين اللي هم من ضمن الفوج اللي هو كان منصب مالته أمين مسجد، لما اجى أخوي قال هلا بيك بحكم أنه منتسب من عدهم منهم بيهم، كان ويا أخوي قبل بساعة شخص، الشخص هم كان لازم واجب من ضمن ويا أخوي، فالشخص عايف الواجب ونازل بدون علم أي أحد من المراتب مالته. هنا هذاك الشخص استغل هاي الوضعية، هسا ما نعرف عنده اتصال ويا هذا الشخص ما عنده اتصال، المهم فعرف بأخوي بأنه وحده بالبرج، فلما قال لأخوي أهلا وسهلا بيك وتعال، هذا طاب أكيد بعد هو فوج هم بعد دولة بعد أكيد بعلم آمر سرية بعلم المراتب الأعلى من عده شلون يطب للفوج، مستحيل أي شخص يطب للفوج إنسان عادي. هذا الحكي صار بوقت العجة الترابية، إجى فأخوي أثناء ما يريد يسوي له يقوم له بالضيافة ويريد يسوي له شاي نفذ على أخوي، نفذ عليه على الشهيد المغدور أخوي بسلاح ذاك اللي عايف الواجب ورايح. بالمناسبة طلع هو طالع من الفوج وماخذ السلاح اللي منفذ به ومفصخه ومخليه بالجنطة، ماخذ موبايل أخوي اللي هو اتصل عليه، ما نعرف شنو الاتصال منه الاتصال شنو الوضعية، المهم فطالع من الفوج وعاقب أول سيطرة وهاي أخير شيء سيطرة الدخول بغداد المشاهدة. فبهاي سيطر الاستخبارات كومشتة تحققت وياه، فتشت الجنطة لقيت السلاح عنده، لقيت المخزن 29 طلقة، لقيت كل كاميرات مراقبة ماكو، مخلين شخصين بالنقطة اللي هو استخبارات جدا ضعيفة، الاستخبارات ورا احنا ندق على اخوي ندق عليه من الساعة 8 مساء ما يجاوب، ما نعرف شنو الوضعية، بعدين قلنا ربما مشغول بواجب، ربما طالعين مداهمة، ربما عندهم غير قضية، دائما هاي يصير القضية لان هو بحكم عسكري احنا عايشين من زمان، فالحد الساعة بالثنتين بالليل اعطونا خبر. انا زوجة المظلوم، أنا عندي 5 جهال، عندي 3 بنات و2 ولاد، ولادي تيتموا، أنا أريد حقاني، أنا طالب مصطفى الكاظم يطلع لحقه وحق جهالي، أنا زوجي مات مظلوم مات مغدور،
أريد حقي وحق جهالي. عنده 3 بنات وعنده 2 ولاد، منو راح يعيشهم دولة؟ شنو ذنبهم دولة يتموا؟ إذا هو بنص الفوج مالته وبنص البرج مالته ويجي شخص وياه منتسب وأصلاً هو نازل يعني مو من ضمن دوامه ومجاز وبعد إجازة ما منتهي بعد لها 4 أيام ويجي يطوب وينفذ ويطلع وواحد عود صايح بيه وراكض وراه وهذا الواحد يابا ممنوع تعتم عليه، شلون هذا الواحد من المنتسبين يابا؟ لا تقول انا شفته وصحت بيه يابا، ليش يابا ينحسب علينا هذا؟ لعت هو اللي مستشهد ما محسوب عليك، اللي مستشهد هو مو ابنك مو ابن الدوله. انا اريد حق ابني، انا اريد دم ابني اللي راح مغدور. هاي جهالة ظلت يتامى، هاي جهالة ظلت يتامى، وين وجهها؟ وين وجه يتامى؟ أنا أريد القصاص العادل، أنا أريد القصاص العادل، وأوصل صوت لكل شريف من عد الوزارة والسيد الرئيس الكاظمي. أنا أريد القصاص العادل بجاه محمد وآلي محمد وحرمة هاي اليتامى الطفال. أنا أريد حق ابني. إحنا نناشد رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي، نناشد وزير الدفاع، نناشد كل المسؤولين بالدولة. إذا هو ابنكم هذا وما تأخذون لحقه، ابنكم وهذا ابن القانون، إذا أنتم ما تأخذون لحقه لعد من يأخذ لحقه؟ إحنا ننتظر من عندكم، ننتظر بأن هذا ابن الدولة، الدولة تأخذ حقه. هو منتسب أيضا بنفس الوحدة اللي يداوم بها محمد. أخوه علي راح يكون ويانا مباشرة عبر سكايب. مرحبا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي حاول تعلي صوتك لأنه ناصي شوية، تعليه وانت تحكينا. أريد أسألك الجاني لزمو حاليا هو مسجون صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تسمعني؟ نعم أسمعك. السلام عليكم أستاذي ورحمة الله وبركاته. هلا بي. شوف علي، هذا اللي قتل أخوك محمد هو منتسب أيضا. نعم. معناته يقدر يطب ويطلع بكيفة بالوحدة صح ولا لا؟ صح، بس لكن هو عنده أستاذ العزيز، هو عنده تتعرف، عنده باز، فهذا الباز اللي هو الكارت اللي على أساسه ينزلون أو يلتحقون. زين، فهذا هو أصلا لما نجي شلون دخل الفوج، شلون طلع من الفوج؟ ما هو منتسب تقول علي، ما هو منتسب. منتسب يعني يقدر يفوت يطلع عادي، عنده باج ويقدر يدخل. إيه، لكن هم تحت نظام، تحت قيادة، ممكن مو إلا ينتهي، إلا تنتهي الإجازة ما أنت الله يلتحق. زين، هم ألقوا القبض هسه، هم ألقوا القبض عليه هسه، هذا ألقوا القبض عليه. زين، بمركز. طيب وين المشكلة الآن؟ يعني وين المشكلة طالما المجرم تم إلقاء القبض عليه؟ إنه مشكلتكم الآن شنو هي؟ شو تطالبون؟ ليش المشكلة أستاذ العزيز؟ تعتيم جدا قوي، تعتيم على الموضوع وعدم كشف الحقائق والأدلة وعدم اطلاعنا على رسالة الحركات مرفوع بها وعدم اطلاعنا، ما يخلونا نطلع على الأدلة اللي وصلوها. وأكو شهود اللي شايفينه قاتل ومنفذ وطالع وصايحين بيه وراضين وراه ما يقبلون يعطونا شهود. زين، بس علي انت ذا تقول هو الان مسجون وذا يحققون وياه، يعني معناتها لزمه والمجرم. اي بس استاذي الفوز مالته انا لما احنا مخلين هذا ابن العراق اللي هو جاي يحمل العراق بواجبه، لما نخلينه بهذا الفوز، هل من المعقول اهله اخوانه ولده او ما نطلع على كيف انقتل، كيف استشهد؟ يعني تريد تعرف سير الجريمة شلون صارت وتفاصيلها؟ ما انطوكم اي معلومات عليها؟ اي نعم، نريد نعرف كل التفاصيل. زين، اكو تعتيم جدا كبير. اقول لك يجوز احتمال، لانه شيء عسكري بمحكمة عسكرية، يعني هاي تكون لدواعي امنية ما يعطيك المعلومات، احتمال يعطيك اياها بعدين.
أستاذ العزيز، مو هاي المعلومات قابلة للتأويل وقابلة للانحراف. هي المعلومات المفروض من تصدر لازم نعطيك إياها في آنها. زين، سؤال أخير، أنت الآن شو طالب بدم أخوك؟ شو تريد توجه كلامك للمسؤولين؟ شنو مناشدتك؟ أطالب وزير الدفاع السيد جماعة ناس، أطالب قائد عمليات بغداد السيد أحمد سليم بهجت، أطالب قيادة الأمن الوطني الاستخبارات مصطفى الكاظمي، أطالب كل شريف بهذا البلد اللي يكشفنا ويطلعنا على الحقائق قبل تأويلها وتدويرها والتعتيم عليها، وطالب بالقصاص، وطالب بالقصاص من هذا المجرم، وطالب بالحقوق اللي مال الشهيد اللي يهددون بها، اللي ممنوع تذكر أسماء وممنوع تشتكي وممنوع تقول هيجي. طيب إذا أنا أنا أشكرك علي، وإن شاء الله يوصل صوتك إلى المسؤولين والجهات المختصة بشأن أخوك المغدور محمد. شكرا جزيلا. إذا نتواصل معكم بالتفصيل في قصص ومشاكل وقضايا. قضية التعذيب المؤلم المستمر للمقدم علي، وقضية بنين اللي تبكي الحجارة وما تبكي ويطلع دموع. بعد الفاصل. تتابعون بعد الفاصل. الطبيب من الفحص كل فتحة ماكو. مو هنا هي. اي تسحب هيك هنا وش؟ تعالي قال عيني بنتك كذابة. قلت له إذا إذا هي 25 حصوة. أكو مداهمة أو كذا. شقو. إني متحطة. القاضي دق عليه استفسار أو شكر ما نعرف. يعني شو أسوي أنا؟ وين أروح؟ يعني جالس فيه فاجأة وإنه شلون هيك قاعد يطير وشلون كذا وشنو هالتعذيب وشنو هالظلم؟ أهلا بكم مجددا. نكون الآن مع قضية الضابط المقدم علي واللي بها ملابسات. الرجل كان مكلف بالبحث عن تجار المخدرات، وبأثناء عملية المداهمة تعرض للخطر كثير، ولكن ما أوقع المقدم علي بالفخ مكالمة تليفونية مسجلة أو ربما بصمة صوت بين تجار المخدرات، وكان اسم المقدم موجود، ما أدى إلى اعتقاله. الأهل يقولون الضابط علي اعترف إثر التعذيب المؤلم والمستمر. هاي القضية الشائكة رح تتكلم بها والدة الضابط وأخته من خلال هذا التقرير. أخوي ألقى قبض على تجار مال مخدرات ويا مفارز عدة، يعني طلعت وياه من المشتركة عندما يعني من داهموا المكان، يعني لقوا هذول الأشخاص المتواجدين بالمكان وياهم الحبوب والمواد المخدرة وعملة مزورة كانت وسلاح. من القبض عليهم بعدها عندهم جروب مال واتساب، عن طريق هذا الجروب مال واتساب أخوي بدأ يتراسل كأنه هو هذا الشخص. فمن بدأ يتراسل وياهم اتفق ويا تاجر مال مخدرات من السماوي. أثناء ما اتفقوا ويا التاجر مال المخدرات بالسماوة أنت حددوا ويا موعد يم بوابة بغداد، راحوا علي على الموعد. بعدها هذا التاجر عرف القصة، يعني افتهم أنه أكو مداهمة أو كذا ويا عدة مفارز ويا أخويا، فبدأ يداهم يعني بدأ يرمي عليهم، هم بدأوا يرمون حاولوا يكمشوا ما قدروا. هذا التاجر ترك المواد المخدرة والهاي منهزم، بس هم أخذوا هاي المواد، موجود هذا الكلام بالدعوة مال التاجر مال المخدرات. بعدها القاضي دق عليه استفسار أو شكر ما نعرف. من راح للقاضي، القاضي سمعه مكالمة صوتية. هاي المكالمة الصوتية عبارة عن شنو؟ حديث بين المصدر وبين محامي تاجر المخدرات. محامي تاجر المخدرات متصل بالمصدر، السلام السلام عليكم، حضرتك المصدر قايل له نعم شو تريد؟ قايل له اريدك تتفق لي ويا راد علي، اني اخويا مقدم عليك يحولها من تجاره التعاطي.
انتهت المكالمة. من راح أخويا للتحقيق، بعدها انقطعت أخبار أخويا، نتصل مغلق مغلق، نروح نسأل يابا ما نعرف. القاضي أخذ استفسار. أول بداية شهرين أنا ما أدري بيه، ظليت أروح، قالوا له روحي هناك شوفي دوري، ما خليت مكان ما أفتر أدور منه وأروح منه، ماكو ابني. ظليت لما دزوا علينا زين، رحت شفت ابني، شو أسوي؟ شو أقول؟ شو أريد أحكي؟ شو أقول؟ ابني متحطم متحطم، ابني متبهذل تبهذل، ليش يجي؟ ما يقدر كل شيء ياكل، لا يقدر هذا، فد نوم صاير، والله لو شوفه كان السمناته وهسه، والله لو شوفه هالقدوته صاير، والله أنا أسمن منه، زين؟ قسما بالله والله ما ماخذ منه أحد ولا يدنا على أحد. والله سيارة ما عندنا يستملكها. وزير الداخلية يعني عن طريق المكتب مالته يعني تعلموا وتفاجئوا انه شلون هيك قاعد يصير وشلون كذا وشنو هالتعذيب وشنو هالظلم. فطلب السيدة وزير الداخلية انه ينحال المن الوزارة الداخلية، وزارة الداخلية هي تحقق وياه. من راح اخويا عن ضوء هذا الكتاب تفاجأت مديرية الامن بي، يعني متفاجئة بشكل بوضعه ما قبلوا يستلموه، يعني يستلموه مباشرة. قالوا هذا إذا صار بيه فشي هسه حاليا شو راح يقولون؟ راح يقولون أنتوا اللي عذبتوه وتريدون تذبوها برأسنا. ورا كم يوم كان يقولون لا رفض هذا الكتاب. يا بليش رفض هذا الكتاب؟ ما قبلوا يبقون أخويا بمديرية الأمن ووزارة الداخلية تحققوا إياه. رجع أخويا بنفس المكان. هنا صار الوضع يعني صعب، بتأذم علينا. بعدها السيد وزير الداخلية رجع سوى تأكيد كتاب ثاني. ظلينا نحاول عن طريق المحاكم، نروح نيجي نقدم كتب، نجيب كتب، نودي كتب. احنا بس نريد نخلص من قضية التعذيب حتى تكون محاكمة مثل ما يقول عادلة. يعني القاضي عنده أوراق، الأوراق إذا من البداية خطأ، أنا شلون راح أقدر أصحح هذا الخطأ؟ والله جاموت يجاج، هذا سنار كله جميل. بابا 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 خدنا لهناك، بابا علي بابا علي يجي يبوس أبوه ما يخلوه من السيب، يجي يبوس أبوه من السيب. لأن بعدين المدير كان يشوفه كان يقول طب أبوه منك خلي يشوفون أبهاتهم. يعني شلون اسوي انا؟ وين اروح؟ يعني جالف مين؟ والله ناشد وزير الداخليه، ناشد فايق زيادة، ناشد الكاظمي. هو مو قال الان الكاظمي، مو قال ذيك المره، قال اي واحد متعذب والله انا طلعه، يلا انا ابني متعذب خلي يطلع لي. الضابط المقدم علي تعرض للتعذيب بحيث ايده تعورت ووجهه، وهذا كل الكلام حسب ما قالوا الاهل لمن زاروه في مكان اعتقاله. حتى نعرف اكثر تفاصيل عن ملف قضيه المقدم علي، ويانا الان والدته من داخل البيت. السلام عليكم ام علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أخته قالت بالتقرير على المقدم علي أنه هو دخل لجروب مال واتساب. أنا ما فهمت هاي الجزئية، يعني أنه هو شنو يعني دخل وياهم، شلون دخل؟ أنا ما فهمت مع التجار. ها دخل وياهم على الواتساب على مد، مو أخذوا التليفون هو من هذا المتهم الأول، طبوا على الواتساب على مد حتى يجيبون اللخين العصابة اللخة. يعني دخل يعني دخل 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 للجروب متخفي لو باسم المقدم علي دخل وياهم. اي لا لا متخفي متخفي هذاك هو ذاك طبب يعني المتهم. اي المتهم طلب من عندهم انه يجون يجيبون كميه ويجون، يعني راد هو المتهم. هو دخل حتى يعرف مكاناتهم واسرارهم، يعني دخل حتى يعرف كل هاي الامور عنهم. اي 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 حتى يعرف هاي الامور كلها ويجيبهم. يعني هو طلع عاد اخذوا امر قضائي وطلعوا هو ومجموعه مال مراكز كلها، مو بس هو طلع. يعني انا اقول لك يعني بس شنو من اجى وصل للبوابه ما ادري يعني لحد شو اسمه، فشون حس هذاك حس انه جايين عليه ديكم شونه، فسووا كريستال هوايه شايل
لأن طلبوا كمية من عنده. فقام يشمرهم ويضرب عليهم طلقات، طلقات يعني صايرة عليهم بكفين كلش هواية سودة علي 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 وعلى لا. قلت له ليش يا بي؟ اي والله هيك يعني زين، يعني فوق ما هذا زينة وراح يكمش العصابة انه هو ياخذونه. زين شنو هي شنو اللي وقع على علي؟ اكو مكالمة، اسمح لي اكو مكالمة لو بصمة صوت وجابوا يعني سيرته بالموضوع، شلون صارت؟ لا لا شلون صارت؟ شنو هو؟ بصمة صوت ويا من؟ ويا المصدر، مو ويا، ويا المصدر. تقصدين المصدر؟ شنو المصدر؟ أردفت من المصدر يعني شنو المصدر هنا؟ أنه هو التجار الآخرين؟ المصدر هذا مالتهم المرشد. ها. لا المرشد اللي يدلي اللي يدلي العصابة يعني هو يعرفهم مدري شلون. زين فش قال لي؟ قال لي المحامش قايل لي، قايل لي أريد من عندك تطلب شو اسمه، أريدك ويا رائد علي تتفق لي ويا رائد علي يحول لي إياها من تجارة إلى تعاطي. هذاك ايش قايل للمصدر؟ قايل له الله كريم الله كريم وسعد التليفون. هي هذه لانه جابوا سيرة اسمه. من جابوا سيرة اسمه؟ عذبوه تقولين بعدين هو صار اعترف. عذبوه عذاب يعني ايه؟ اعترف. لان من العذاب من العذاب ابني اربع ايام، ابني يدقون بي اربع ايام، ابني يدقون بي وما يلحقون يعني لا كهرباء خلوا ما حاطين عليه والمش يعني لا يعني ما خلوا ابني أذوا أذية ما صار لحد يسع ابني بدي يتأذى. ليش ليش يعني فوق ماكو بس عصابة هيجي دي يسوون بي؟ ليش بدل ما يكافونا ما هيجي يسوون بي؟ والله قلت له عيون معوفه معوفه ما الله يخليك. يقول لي لما انا اعوف الله يعوف لعد البلد. زين انت من شفتي من شفتي شنو المتغير بي؟ وين التعذيب صاير بجسمه؟ انت شفتي مباشره شلون متغير شلون صار؟ اي شفته ورا شهر. اي شنو فدنا هسه لو شوف حد هسه ابني هالقدوته الضعف ماله ادي هاي من قد مو مبصمينه حيل مبصمينه ورا كم يوم ودول مبصمينه على اعترافات هو ما عنده بصموا قوة بصمين الابني زين والله لا. العظيم شنو ايديه مكسورة منها هاي ايديه مكسورة زين رجليه من جوا الكهرباء حاطينه رابطينه على الشرباي يقول كهرباء يقول ما تعرفين الكهرباء شنو علي هاي عينه جوا عينه ظلت تشقز زرقة ظهره رقبته زين هذا التقرير الطبي هذا مالته هياته هذا التقرير الطبي منه أنا مرتين قدم المحامي عليه مرتين قدم المحامي ما قبل القاضي يوديه ما هذا طب العدلي ما قبله ويوده مرتين قدم المحامي ورفضه من وده من أخذه الوزارة الداخلية للشؤون مال الداخلية ها وده ظل هناك أربعة أيام يمكن هناك أربعة أيام ظل ودته هناك ما قبل يستقبلهم المدير كان يقول أنا شلون استقبل هذا مكسر إنه بيدبوها براسي ورجعوا حط له صور حتى صوره ذنيش إنه هناك بالشؤون. زين ابنك علي عنده 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 كم ولد؟ ودوه للمستشفى. عنده كم ولد هو اثنين أخر. عنده سودة علي اثنين صغار اثنين يروحون يشوفوا اثنين صغار عنده والله يروحون يزوروا صغار واحد ناخذه واحد نعوفه اي ودينا ذاك اليوم واحد اخذناه ويانا ما تعرف شلون شي يقول بابا قام يبكي صغيروني هاي احنا نحط له الصوره نقول له هذا ابوك عيني هذا جسمه هيجي نقول له والله العظيم ابني متعذب أنا أشد الحكومة أنا أشد مقتدى الصدر الله علي أنا أشد أنا على الله وعلي على الله وعلى مقتدى الصدر وعلى كل من يسمع حسي وعلى وزير الداخلية وعلى فايق زيدان هو مو يقول لي أنا التعذيب ما أقبل خلي يروح يشوف ابني شلون بتعذب وهذا التقرير مالته الطبي أريد من الله ونعدهم أريد من الله ونهم ينصفون ابني ويعيدوني المحكمة مالته أريد من الله ونعدهم ينصفون ابني ويطلعوا لي إياه وما عندي غيره والله ما عندي غيره أريد الله ونعدهم الله يساعدك إن شاء الله والحقيقة إن شاء الله الحقيقة تبين يعني حتى هو دارس قانون حتى يعرف بالقانون يعني مو تقول جاهل جاي ما يعرف حتى دارس قانون أو يعرف وحتى بوقتها ودوه حتى بوقتها يعني حتى رايح لعمان ظل هناك أربع سنين يدرب الشرطة زين كل هذا وابني يطلع مرتشي لو هذا ويحكمه هيجي والله العظيم ابني لو ما أخذ كان ما قلت لكم ولا دافعت عن ابني بس والله العظيم ابني لو دينار ما باخذ من عدو
اللي يخلوني يشكون ورا أربعة أيام ورا مدري شهر يجيبون أهل التاجر يشتكون على ابني والتاجر يشتكي على ابني. ليش يشكون التاجر وأهله ليش؟ وجو الناس جو دي يقولون مو هو هذا والله مو هو دي يقولهم والله العظيم قالوا له بالجناية طبوا وقالوا مو هو هذا والمحامي اجى وقال مو هو هذا يعني أم علي يقول مو هو يعني مو دي يقولون مو هو أم علي إن شاء الله يعني الحق يظهر وإن شاء الله كل خير تشوفونا نشكر الله جدا الله يخليكم شكرا الله يخليكم شكرا جزيلا الله يخليك يا يخليك لكل من يريد أن يراسلنا على صفحة وبيج برنامج بالتفصيل مع ناطق موجودة الصفحة على الفيسبوك وبإمكانه أن يراسل هذه الصفحة حتى نصل إلى الحقيقة وتصوير الحالة وعرضها ثم في البرنامج. أخيرا رح ننتقل إلى حالة نادرة جدا. المثل يقول أبكي عليك دم لكن بنين تبكي حجر. نعم الأحجار والحصو هذا اللي ينزل من عيون الطفلة بنين. لا حد يعرف شنو هاي الحالة، هل هي مرض بها عدوى مس شيطاني؟ ما حد يعرف. بنين دا يطلع من عينها حجار ملون وهي دا تحس قبل ما تطلع هاي الحجارة وتعرف عددهن شقد رح يكون، ولما توصل للجفن العين تعرف حتى اللون شنو هو. حالة نادرة واحنا بحثنا يعني ولقينا انه اكو حالتين فقط موجوده، واحده بالسعوديه والثانيه في المغرب والان بالعراق. القصه الغريبه لما راح نشوفها الان من خلال تقريرنا عن بنين. خلينا نتابع. ما حسن ايام زين حسين اكو وحده ثانيه راح تطلع؟ ايه. يا لون يا لون لا بعد هنا هي يعني ما واصلة ليجا بعد هنا مو أن هي توصل ليجا يلا عرف لونها توصل لنا يلا تعرفين لونها إيه زين هي جوا شلون تشوف لونها أنا أشوف مو أكو ضوء عالي لما أغمض عيني يطلع ضوء عالي وأنا أشوف من تغمضين عينك يطلع ضوء عالي إيه زين من انت ونايمه وانت يعني غافيه هم تصير عندك؟ لا بس مرات انفز بكل الماما طلع لي اهل يعني مرات افز من النوم مو ضد توجعني ماما طلع لي اهل هاي تحسين بألم؟ ايه لا يعني ما انا بس لما انام ما نحس بألم من الفحص كل فتحة ماكو تطلع الحصوية تطلع يعني اكو فتحة تطلع من يمها بس سبحان الله الفتحة ماكو بتختفي يعني بعد ما تطلع الحصوية بعد ما تطلع الحصوية تختفي الحصة الفتحة تعرف بالعدد تعرف بالعدد وباللون حتى اللون حتى اللون اللون شلون اللون ما اعرف قلت يا بابا شلون تعرفين اللون انت قلت لي بابا اغمض عيني اشوف الضوء ويكشف لي الالوان مال الحصو ثلاثه بيضه وبرتقاليه وسوداء مضبوط والله مثل ما حكيت يا بني مو هي هنا انا هسه هي وين بالضبط نعم هسه تحسين تحسين بيها لا ما احسن بيها بس هي هنا انا ادري شلون عرفتي هي هنا مو هنا احنا هواي من الجامعات شنو الحادثة اللي صارت وياك من راجعت بيها للطبيب والله من بعد ما حولوني المستشفى التاج الاهلي حولوني المستشفى القمه فدخل الشوا في التحاليل قال عيني بنتك كذابه انت شلون دكتور قال هي تخلي الحصوايه بعينها فسالت قلت دكتور اصغر حصوايه بدخليها بعيني تجرح عيني قال تجرح تسوي عين حمراء قال اسوي عين حمراء قلت له اذا اذا هي 25 حصوايه باليوم اذا تخلي حصوايه هيك بعيونها شو تسوي بعينها مدمره سكت هي تصير عندك بعين واحده لو الاثنين لا بس بهاي بس بهاي العين ايه زين تريدين تخلصي من هاي الحاله لو طبيعيه عندك طبعا تمام ده يسالها للطفله يقول لها شلون تشوفين لونها هي بمجرد ما توصل للجفن العين حتشوف يعني تحت الجفن العين تقدر باستطاعتها ترى الألوان وتميز كل شيء وأعتقد هذا الجواب هذه سبحان الله حالة نادرة اللي يعرف ممكن يقول لنا شنو أسبابها أو إذا أكو كان طبيب ممكن نعرف شنو هذا السر بخروج الحجار من عين الطفلة بنين
في الختام أقول الحياة تكون أفضل عندما يسقط كل شيء في مكانه، لكن الأمور لن تسير كما تريد دائما. إلى اللقاء.